مشاهدينا الكرام، انطلقت بطولة الشرطة الثانية للفرق التخصصية أكيد بالتعاون مع منظمها اتحاد الشرطة الرياضي بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي في المدينة التدريبية. والجميل أخوي علي أن البطولة هذه تحت رعاية كريمة من سيدي سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية الله يحفظه ويرعاه. راح نعرف تفاصيل أكثر عن هذه البطولة معنا هنا في الاستوديو الملازم الأول جمال إبراهيم الزعابي، رئيس لجنة التحكيم في بطولة الشرطة الثانية للفرق التخصصية. أهلا وسهلا فيك، مساء الله بالنور. أهلا فيك أخوي عبد العزيز، حياك الله معنا ملازم أول جمال إبراهيم الزعابي. سعيدين جدا بوجودك معنا اليوم، وأكيد حابين نتعرف أكثر عن هذه البطولة. بداية نبدأ عن بطولة الشرطة الثانية للفرق التخصصية. بطولة الشرطة الثانية للفرق التخصصية انطلقت في شهر إبريل بمشاركة فرق من مختلف إمارات الدولة، وكما ذكرت برعاية كريمة من سيدي سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وبحضور سعادة قائد عام شرطة دبي اللواء عبد الله خليفة المهري. حقيقة البطولة هي يعني تجمع للفرق التخصصية من مختلف إمارات الدولة، ويعني لها أهداف كثيرة الحمد لله، يعني خصوصا أنها هي في النسخة الثانية. تقريبا يعني حققت الأهداف المرجوة. شو الهدف وأهمية هذه البطولة؟ الهدف من هاي البطولة كما ذكرت لك هو تجمع الفرق، الاحتكاك، تبادل الأفكار، نخلي الفرق تتقارب أكثر. البطولات هاي تعرف أنت المنافسات تخلي الفرق تتقارب أكثر. بالنسبة لأهمية البطولة، أهمية البطولة هذه تكسر الحواجز ما بين الفرق. اليوم يعني بإمكان الفرق أنها تتدرب على أي ميدان من ميادين الدولة، صحيح. مش على ميادين كما ذكرت في الروية مثلا. نعم، فهاي البطولة تخلق التقارب كما ذكرت لك، ويعني تعيد بفائدة كبيرة على الفرق. نعم ملازم جمال، هناك سيناريوهات طبعا معتمدة وخاصة بالبطولة، على ماذا تعتمد هذه السيناريوهات؟ أو خلنا نعرفها قبل. صحيح، البطولة الله يسلمك عبارة عن 5 مسابقات. نعم، خلينا نقول هي تعتمد على شو في نهايه بعد ما نتكلم عن 5 مسابقات. 5 مسابقات هاي نتكلم عن المسابقه الاولى، هي المسابقه تسمى المسابقه التكتيكيه. يشترك فيها 5 عناصر هجوم يتعاملون فيها مع اهداف وانقاذ لرهينه مصابه موجوده داخل المبنى. بالنسبه للمسابقه الثانيه تسمى مسابقه الهجوم، يشترك فيها 4 عناصر هجوم وقناص واحد. طبعا المسابقه الثانيه تحتاج الى جهد عالي اكثر من المسابقه الاولى، كون ان فيها رمايات مختلفة على يعني أسلحة مختلفة. بالنسبة للمسابقة الثالثة ومسابقة إنقاذ الضابط تحتاج إلى تركيز أكثر، لأن فيها تنسيق أو مثل ما قلت توزيع أدوار، منو راح يشيل الضابط المصاب، إنقاذ الضابط من مسماها، ومنو راح يشيل سلاح الضابط. المسابقة الرابعة أيضا تحتاج إلى جهد عالي، كونها فيها انتقال من مرمى إلى مرمى، تعامل مع الأهداف، خصوصا يعني تحتاج إلى دقة وتركيز أكثر بالنسبة للقناصين. فيها 3 عناصر هجوم و2 قناصة. ليش تحتاج إلى القناصين أو تركيز عالي للقناصين؟ الغناصين يرمون على أهداف من مسافات مختلفة ومن مواقع مختلفة، بالإضافة إلى عناصر الهجوم يتعاملون مع البرج والإنزال، وتحتاج إلى جهد عالي. جميل، حلوة في حماس. نعم، في حماس. قاعد اتخيل طبعا اشوفك راح تفكيرك بعيد. والله قاعد افكر كيف من بالنسبه للمسابقه الاخيره، وهي مسابقه الموانع، عباره عن 17 مانع تعتمد على اللياقه البدنيه العاليه والقوه الجسمانيه. وهاي المسابقه لابد ان يعني مثل ما ذكرت اول تكلمت قلت لي تعتمد على شو المسابقات هذه. جميع المسابقات هذه تعتمد على العمل بروح الفريق الواحد، لابد ان الادوار تكون متناسقه وموزعه بشكل مرتب. المسابقه الاخيره لابد ان يكون في عمل فريق واحد، عمل جبار كفريق. يعني الفريق يركض، هم 5 متسابقين ولكن كمتسابق واحد. صح، بالنهايه جميع المسابقات لابد ان تنهى باقل اخطاء واقل زمن، حتى جميل. ان الفريق يضمن مركز متقدم. جميل. لو ذكرتنا الاستفاده من هذه البطوله، الفرق شو راح تستفيد بعد ما تخلص هذه البطوله؟ الاستفاده يمكن ذكرت لك اللي هي التقارب. اليوم الرسميات اصبحت غير موجوده ما بين الفرق على مستوى الدوله، يعني بامكان فرق في شرطه دبي تتدرب على اي ميدان من ميادين في اماره ثانيه، بعيدا عن الرسميات، بعيدا عن الامور هذه. يعني يمكن كان في السابق انه لابد انه يكون في مراسلات وفي اشياء رسميه. اليوم حقيقه
البطولة هاي خلقت تقارب كبير ما بين الفرق ما بين القيادات. جميل. ولله الحمد اليوم بإمكان الفرق إنها يعني تتدرب وتمارس أي سيناريو على أي ميدان من ميادين الإمارات. نعم. ولازم جمال لا شك أن دور شرطة دبي دور كبير في بالذات في هذه البطولة وفي أيضا دورها المجتمعي بشكل عام. دور شرطة دبي على وجه الخصوص في هذه البطولة كيف قامت بالتعامل مع يعني مع هذه البطولة؟ أول شيء أود أن أشير بالنسبة لدور شرطة دبي أن أتقدم بالشكر الجزير إلى سعادة قائد عام شرطة دبي اللواء عبد الله خليفة المري. حقيقة كان هناك توجيهات بأن نسخر جميع الإمكانيات حتى أن البطولة تطلع بالصورة يعني اللي نحن نريدها. بالنسبة دور شرطة دبي توفير الميادين، كنا يعني مثل ما تقول عملنا ورشة عمل لتدريب الحكام حتى أن يكونون معنا. تعرفون تعرفين أن الحكام عامل رئيسي في نجاح البطولات طبعا. ضيف على هذا الميادين المجهزة، يعني كان لهم دور كبير شرطة دبي في هذه الأمور. نعم. واللي ساهمت بشكل كبير في نجاح البطولة. لو نتكلم عن دعم سيدي سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، دعم لا محدود طبعا في مختلف المجالات، لو تذكرنا عن هذه البطولة ودعمه. والله شوف، إذا جينا نتكلم عن دعم سيدي سمو الشيخ سيف بن زايد فما بنوفي يعني الحديث حقه. وجود سيدي سمو الشيخ سيف بن زايد في النسخة الأولى من البطولة ووجوده في النسخة الثانية هذا بحد ذاته دعم كبير. هناك توجيهات، هناك مثل ما تقول يعني توجيهات واضحة لرسم طريق للبطولة هذه واستمراريتها إن شاء الله في السنوات القادمة بإذن الله تعالى. نحن في طبعا الدورة الثانية حاليا في البطولة الثانية، وكان هناك طبعا نسخة أولى. نبغى نتكلم على ماذا ركزت النسخة الأولى. ذكرنا ما شاء الله السيناريوهات الخمسة أو الأهداف الخمسة، أو خلنا نقول الأهداف الخمسة اللي رحتوا عليها في هذه السنة. السنة الماضية على ماذا ركزتم؟ هو ما كان في اختلاف كبير صراحة ما بين النسخة الأولى والنسخة الثانية. الاختلاف كان بأن نحن شوية ضغطنا البطولة حتى نجاري البطولات العالمية. فمثلا في السنة الماضية كان في كل يوم عندنا سيناريو معين، أو سيناريو الأول الثاني الثالث كما ذكرت لك. أما السنة هذه عملنا في اليوم الأول سيناريوهين، السيناريو الأول والثاني، حتى نجاري المسابقات العالمية. يكون في سرعة وإتقان بالضبط، لأن الفرق اللي قاعدة تشارك يعني تشارك فرق على مستوى عالي، فلا بد اليوم لما المسابقة الأولى والثانية تحاول المتسابقين شوية لازم ينضغطون. صحيح. لازم نشوف المهارات، خصوصا مثل ما ذكرت لك المسابقة الثانية تحتاج إلى جهد عالي. تخيل أنت تخلص المسابقة الأولى ويجي يعني تأخذ استراحة وبعدين تيجي على المسابقة الثانية. مطلوب منك تركز على دورك بالضبط. قائد الفريق لما يوزع الأدوار لابد ان اعضاء الفريق يكونون مركزين تركيز. صحيح. كبير. فهذا ما يعني هاي الجوانب اللي او هاي الامور الفنيه اللي اختلفت عن السنه الماضيه. نعم. الله يبارك في جهودكم ومشكورين، وان شاء الله دوما الى الامام. وانا في هاي المناسبه احب اني اشكركم صراحه على هاي الاستضافه، واشكر تلفزيون الفجيرة على هاي الاستضافه واتاحت الفرصه للحديث عن مثل هذا النوع من البطولات. شكرا لك الملازم أول جمال إبراهيم الزعبي، رئيس لجنة التحكيم في بطولة الشرطة الثانية للفرق التخصصية. شكرا جزيلا لك. شكرا. ما قصرت. شكراً. حياك الله. وأكيد عبد العزيز نحن مستمرين مع مشاهدينا. نعم. ولكن بنطلع لهذا الفاصل. نعم فاصل بعد إن شاء الله. راجعين.